هذه الأيام تعيش بلادنا لحظة تاريخية نشعر فيها بالفخر والعزة، ونحن نستعد لدخول 50 عام المقبلة بطموحات لا تحدها حدود، وبثقة كاملة في قدرة أبناء الوطن على تحقيق المزيد من الطموحات والتطلعات في مسيرتنا المقبلة. الحمد لله لدينا من القوة والعزم والرؤية ما يعيننا على مواصلة مسيرة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات إن شاء الله. وجهود الشباب والشابات خلال هذه المرحلة هي المحرك الرئيس، فعليهم شحذ الهمم واستلهام العزائم من مسيرة الآباء والأجداد والتسلح بالعلم والمعرفة. إن رسالة دولة الإمارات كانت وستظل حاملة الخير والسلام والتنمية والعمل من أجل الارتقاء بالإنسان. حفظ الله بلادنا بالعز والأمان وأدام عليها الخير والسلام.